وليد حسن عبد المحسن، عامل في شركة فلوس الصلب. النهاردة بتكلم عن موضوع شركة فلوس الصلب وآخر حاجة احنا توصلنا ليها دلوقتي العمال، طبعا بعد فضل الاعتصام بالقوة وبعد تدخل الجيش والشرطة والعرب والقوى العاملة، كل ده كان ضدنا مش في صفنا خالص. فطبعا احنا تعرضنا لهجوم جامد من الجهات الرسمية دي كلها والغير رسمية اللي استعان بيها صاحب الشركة. احنا دلوقتي طبعا شغالين مغصوبين غصب عننا، ان محدش جاب لنا حقنا خالص. دلوقتي العمال قعدوا شهرين واقفين في فتره شهرين رمضان والعيد، محدش قبض حاجه، وبعد الشهرين دول ما قبضناش شهرين كمان، خصم مننا 20 يوم. بالعكس دلوقتي الناس اللي بقى لها 3 سنين بقت دلوقتي تمضي عقد، بعد الـ3 سنين المفروض تتعين، دلوقتي لا، مضت بعد 3 سنين 3 شهور، عقد 3 شهور، مما يؤدي ل 3 شهور. ده معناه اللي انت خلاص بعد 3 شهور ده يبقى فصل تعسفي، هو عايز يمشيك هيمشيك. يعني الـ3 شهور دي معناها اللي انت في اي وقت هيمشيك هيمشيك. طبعا العمال كلها دلوقتي بتتساءل ايه الوضع وهنعمل ايه، بس العمال طبعا خايفه عشان ما فيش جهه تقف معاها، القوى العامله ما فيش، الجيش طبعا ما فيش، الشرطه ما فيش، الوزاره ما فيش، وزاره الصناعه ما فيش، مفيش اي حد واقف معاهم. دلوقتي هم طبعا شغالين قهرا وشغالين اجبارا، لان هم دلوقتي اكتريه الناس اللي كانت واقفه في الاعتصام بيمضوا 3 شهور، واللي مش هيمضي بيمشوه. مفيش حاجه اسمها اللي انا مش همضي، لا انا لازم اجيب محامي، او لا مش هتمضي يعني اتفضل خد حقاتك وبره الشركه. اللي مشوا بالظبط 12 عامل اللي هم كانوا قياديين بتوعنا اللي احنا فاضلينهم بيتكلموا، دول اللي مشوا خدوا مستحقات بتاعتهم طبعا لا تذكر، يعني هياخدوا مستحقات ممكن تصرف في خلال 6 شهور، وبعد كده هيشحتوا مش هيلاقوا طبعا ياكلوا ولا اي حاجه. طبعا بالنسبه للعمال اتفصلوا، هم ما مش كانش عايزين ياخدوا الفلوس، عايزين يرجعوا شغلهم، لان طبعا الشغل ده ضمان ليهم ولحياتهم وضمان لاولادهم. يعني هم ممكن لو عليهم هم ماشي، لكن هم معاهم اطفال، معاهم زوجه، فده ضمان حياتهم ان هم يعيشوا حياه. بالنسبه للناس اللي هي تحاول هي تتكلم، طبعا بعد ما طبعا المصانع اشتغلت، دلوقتي الناس اللي عايزه تتكلم فعلا في ناس عايزه تتكلم، بس انا عن نفسي بقابل عمال كلهم هم طالعين وشهم طبعا مستائين جدا، بيروحوا يشتغلوا طبعا من غير نفس، طبعا مفيش حقوق مفيش حاجه، هم عايزين يعملوا حاجه، بس مين هيقف جنبهم لما اجي انا طالب بحق قانوني؟ مين هيجي يقف جنبي؟ هم مش لاقيين، لا مش لاقيين ولا حكومه ولا قوى عامله. وزير القوى العامله شايل ايديه بتاتا، مش عارفين يتصرفوا هيعملوا ايه. احنا فوضنا 11 في الاول، وبعد كده فوضنا 4، لان لما رحنا النيابه لما كان معمول ال 11 واحد محضر ضبط واحضار، قال لك يبقى لازم في ناس جديده نفوضهم، ففوضنا 4، الـ4 دول برضه تعمل لهم محضر ضبط واحضار، وراح تاخدهم من بيتهم الساعه 3 بالليل الفجر. امن الدوله راح الساعه 3 بالليل الفجر، واللي كان جاي شغله امن الدوله قبضت عليه قبل ما يجي شغله. يعني ايه عامل يجي الشركه عايز يجي يشتغل وينتج، امن الدوله تبقى مستنياه في كمين تقول له تعالى وتحبسه؟ طب انتوا عايزين ازاي بتتكلموا ديمقراطيه، وازاي بتتكلموا اللي احنا عايزين ننهض بالبلد واحنا بنحارب الارهاب؟ انتوا كده يعني بتحاربوا اي ارهاب بالظبط؟ يعني انتوا كده مش بتحاربوا ارهاب، انتوا بتحاربوا الدنيا كلها. يعني اكتر حاجه انتوا حاربتوها والاكتر من الارهاب العمال. العمال دول هم اساس مصر، هم اللي بيبنوا مصر، هم اللي بينتجوا، هم اللي بيصدروا، هم اللي بيعملوا كل حاجه، هم اللي اقتصاد مصر واقف عليهم. ازاي انت مقيد حريتهم؟ وازاي لما انا اكون عامل اروح شغلي الاقي ضابط امن دوله يقول لي تعالى انت مقبوض عليك ضبط واحضار واقعد في الحبس؟ طب ده كلام ده، يعني فين الدوله وفين الحكومه، فين الوزاره، فين القوى العامله؟ مفيش الكلام ده.